الحصر ما دار والو هنا ولا كرهنا سيدي البال. القضية ديال المسجد خليها تسب الإمام ما تسبش الإمام على كل حال. وداك القضية ديال الإمام دابا نمشيو نشوفوه ونبوسو له راسو ونرغبوه ونشوفو وزير العدل ونبوسو له اللي بغا باش يسمح له يسحب الشكاية ديالو، أما شي حاجة أخرى ما كايناش. شكرا لك أستاذ.